مرحبا، والله يعطيكم الف عافيه. اليوم راح يكون معانا واحد من اقوى البريدات وراح نحكي عنها، اوكي؟ وهو الكلب الاكثر استخداما في الجيش وفي المخدرات. راح يكون معي الكابتن احمد قاسم والكابتن عبد الكريم الفقي، ومعانا سموكي. راح نشوف قديش اشتغلوا على سموكي وشو اللي طلع منه. خليكم معنا. نجي نحكي هلا عن المالينوا بشكل سريع. المالينوا هي كلاب اصولها من بلجيكا. طبعا الكلاب هاي تميزت وسطعت في كل مجالات الحراسه والجيش. ليش؟ السلاله هاي تمتاز بشجاعه كثير كثير عاليه، اوكي؟ وما بتتردد في حال اخذت امر او صار إشي لا سمح الله لصاحبها او الهاندلر تبعها. ليش تميزت في الجيش خصوصا؟ لانه هاي الكلاب ما بتخاف كثير من الاصوات العاليه، الانفجارات، بنفس الوقت على عكس كلاب الباقي اللي ما بتحب تتعرض للمي. الماء اغلب انواع الكلاب ما بتحب تتعرض للماء، ولكن المالينوا لان امر في المي ما عنده مشكله. بنفس الوقت جسمها انها نحيفه نحيله، يعني زي ما نحكي، وبنفس الوقت بيمتاز بجسم عضلي جدا وعظام قويه. هذا الاشي خلاها تقدر تنط حواجز كثير كثير عاليه، وبنفس الوقت تعطي صاحبها قوه ومرونه كثير عاليه في التدريب. المالينوا يعتبر ثالث أذكى سلالة في الكلاب، متساوي مع الجيرمن شيبرد، ولكنها السلالة القابلة الأكثر قابلية للتدريب في العالم في كل السلالات. ليش؟ المالينوا زي ما حكينا جسمها بيساعدها، المدرب بيقدر يعطيها أوامر كثير صعبة بالنسبة لباقي الكلاب، شجاعة وما بتتردد. بنفس الوقت هاي الكلاب بتحب انها ترضي صاحبها، الايجر تو بليز زي ما بيحكوا الاجانب، يعني هي بتتشوق لانها تشوفك راضي عليها وتحسس عليها بهاي الطريقه. لذلك لما تعطيها امر وتعلمها اشي راح تعمله بس عشان اخر اشي تعطيها الاهتمام وتقولها جود جيرل او جود بوي. السلاله رائعه جدا، ولكني انا كاحمد ما بنصح عديمي الخبره بامتلاكها ابدا، خصوصا انه هاي الكلاب الفيديوهات اللي احنا حاطينها في هذا الفيديو اللي بتشوفوها على الانترنت، هاي كلاب قاعدة تتدرب فترات كثير طويلة، أكثر من سنة، وبنفس الوقت على إيد مدرب أو شخص كثير كثير فهمان. لذلك قبل ما تجيب السلالة لازم تكون متعلم عنها ومتنور عنها بشكل صحيح، وهل أنت شخص قادر على التعامل معها أو لا. لذلك دائما لا تفكر في المالينو إذا أنت شخص عندك أولاد صغار، خبرتك قليلة في الكلاب، وبنفس الوقت زي ما نحكي ما عندك مدرب أو القابلية أنك تقدر تدربه. لذلك المالينو يعتبر سلالة بدها وقت كثير وجهد كثير كبير عشان توصل لزي ما انتم شفتوا سموكي. هذا الاشي عباره عن وقت وتدريب، وبنفس الوقت بشكل دوري عدم توقف. لذلك سلاله المالينو يفضل الابتعاد عنها من عديمي الخبره، ممكن نشوف اي سلاله ثانيه اهدى شوي الطف، وبنفس الوقت دمها مو حامي زي سلاله المالينو. الفرق بين الشراسة والحراسة، الشراسة هي كلمة خاطئة متداولة بين الناس، انه كلمة شراسة او كلب شرس. هو الكلب الشرس هو الكلب الغير مدرب او الكلب الغير مسيطر عليه من قبل المربي، ولكن كلمة الحراسة او تدريب كلبي على الحراسة هو كلب مدرب مسيطر عليه، معمول عليه كنترول من صاحبه من المربي تبعه،
وبنفس الوقت بكون عارف في أي وقت بده يهجم، في أي وقت بده يتدخل، إذا تعرض الشخص للخطر، إذا تعرض المنزل للخطر، إذا تعرض المكان للخطر. فهو مطلوب منه عدة أمور، طبعاً كل الأمور هاي المطلوبة منه بالأوردر، كيف يترك، كيف يعض، هاي بتقوي أنت الغريزة اللي مولودة مع الكلب بالحراسة. بس يكبر بصير تقوي معاه هاي الغريزة بتدريبه وتفعيل هاي الغريزة لأشياء أنت تستفيد منه. ولكن الشراسة هي كلمة خاطئة تتخلق عند الكلب ممكن من البداية لما يكون الكلب صغير، صار عنده مشاكل، صار عنده خوف، صار عنده تعرض لضرب، هاي ولدت عنده خوف، صار هو شرس، فهو مش مدرب، غير مسيطر عليه. فهي كلمة لازم ما نتداولها في أمور التدريب. هلا راح نشوف كيف كابتن احمد وكابتن عبد راح يشتغلوا على سموكي بامر سبيك وبامر الهجوم. هيك وصلنا لنهاية حلقتنا، اتمنى انكم استمتعتوا واستفدتوا بنفس الوقت. خليكم متابعينا لانه كابتن احمد قاسم وكابتن عبد الكريم الفقي راح يكونوا معنا بكثير حلقات لقدام بتحكي عن التدريب. اعطونا رايكم بالكومنتات وما تنسوا السبسكرايب وتفعيل الجرس. شكرا لكم كثير. ملعونة ملعونة ملعونة، مين الملعون؟ أنا. مين الملعون؟ مليدة. ولا ولا ديون شو ديون شام نصيحة. رش رشا رش رشا. احنا شو وضعنا؟ انا في الوقت نفس الشيء. اوكي يلا هيا خليك هيك.